كنت سهران مع بعض الاصدقاء في زايد في فيلا من الفيلل. كنت بسال الواد صاحبي بيقول له ولا سمكه هو الحمام السباحه ده هيتد سخن؟ لا قال لي طبعا. قصه اصلا بدأت. انا قاعد في فراغ, فقلت اشغل الجي بي ال, فلقيت نفسي بقول لهم ايه, لقيت نفسي تلقائي بايد, ما اعرفش عملت كده ازاي. يا جماعه عارفين لما تبقى قاعد مع واحده وفي كده, ده كان اول حاجه قلتها, وعايز تلاقي كده ومش عارف تخش تقول لها على كل ده برتجل ايه الحلاوه دي. فالعيال لقيت العيال ضحكت